بسم الله الرحمن الرحيم. استعين هنبدأ دلوقتي أولى خطواتنا في حل البرنامج، وهي خطوة بعنوان Define New Model. هنتعرف فيها ازاي بنوصف الموديل الجديد بتاعنا ونظبط أحداثياته. أول حاجة هنيجي على سطح المكتب، هنضغط على الـ Tabs مرتين هيفتح، هنخش على قائمة فايل و New Model هيظهر لنا التابس ده، هنقوله No. وهنخش دلوقتي على الواجهة اللي عندنا دي، الواجهة دي اسمها Building Plan Grid System and Story Definition Data، بنوصف فيها ارتفاع الدور والخصائص بتاعت الدور وعدد أحداثيات الـ X والمسافات بينها، ده في حالة Uniform Grid Spacing. الطريقة التانية في إدخال أحداثيات اسمها Custom Grid Spacing، وهي دي اللي أنا بحب أشتغل بيها. نخش عليها ونقول له Grid Within Grid، هنقول له Ordinates والوحدات بتاعتي كيلو باوند وانش، هنقول له 0 و30 وهنمشي طبعا. لو وصينا للبلان بتاعنا 30 60 90 و120، يبقى 0 و30 و60 و90. وهنغير دي ولتكن اف ونسمي دي 120، وهنخش على اللي بعدها 25 × 3 = 75، يبقى دي 25 ودي 50 ودي 75. تمام كده. هنقلل بس زي ما احنا شايفين ده البلان اللي هيبقى عندنا، هنقلل بس دي شوية ولتكن 10 كده كويس. وبعد كده هنظبط، هنقول له اوكي. باقي عندي ابعاد الدور، عدد الادوار هنخليه دور واحد، وارتفاع دور هيبقى مقداره طبعا عارفين اللي هو هيبقى 3 متر، بس انا مش هدخل ارتفاع الدور دلوقتي، وهنخلي الخطوة دي بعدين. نسيبها زي ما هي وهنعمل ريبليكيت بعدين. طب دلوقتي زي ما احنا شايفين الحاجات اللي عندنا تحت دي عايزين نتعرف عليها. بيقول لك ايه اد ستراكشر اوبجكت، يعني انا لو في حاجة زي دي نموذج عايز اضيفه للمبنى، وليكن مثلا ستيل ديك، يعني عبارة عن بلاطة بس بلاطة من الستيل، او استراجد تراس، او فلات سلاب اللي احنا عارفينه. ممكن فلات سلاب ده ادخل عرض الدروب بانيل اللي عندي ده، وادخل ابعاد العمود وكل حاجة في فلات سلاب ويز بريمير بريمتر بيم، يعني كمرات محيطة. وممكن ادخل اللي هو فلات سلاب اللي هي كمرات المتقاطعة عبارة عن بلاطة ذات كمرات متقاطعة، او تو واي اور ريبد سلاب نفس الكلام، او جريد اونلي واشتغل على الجريد. لو عملنا اوكي هيظهر عندنا البلان بس الشكل اللي احنا شايفينه، وهو افترض لي دور وافترض الارتفاع. انا يهمني في الكلام ده كله، يهمني البلان اللي انا هشتغل عليه. وبكده يبقى انا وصفت الجريدات اللي عندي وانتهيت من اول خطوة، هي خطوة اللي هي ايه define new model. احنا النظام اللي احنا هنمشي عليه، هنعمل موديل اوف وان ستوري، هنعمله تمام ونعمل عليه analysis، وبعد كده نعمل تشيك عليه، وبعد كده نعمل ريبليكيت لأي موديل احنا عايزينه. ده الاحتياجات اللي احنا دخلناها، انتهينا من الخطوة دي. الخطوة اللي بعد كده خطوة define material properties.